خطير، هادشي خطير خوتي. هادشي خطير خوتي المغاربة، هادشي خطير جدا. هادشي خطير. البنت الاب اللي سخفات، يعني جات لومبيلونس في هاد الاثناء، يعني حضور الوقايه المدنيه في هاد الاثناء باش انهم يعني نقلوها على وجه السرعه الى المستشفى لتلقي العلاجات الضروريه. يعني كي تشوفوا خوتي المغاربه، هانيك يا شو بارطاجيو خوتي المغاربه، هادشي خطير جدا، هادشي خطير جدا، هادشي خطير اخوتي المغاربه، هادشي خطير جدا، هادشي خطير جدا. هادشي خطير، يعني جات الناس ديال الوقايه المدنيه، الاسعاف حاضره هنا باش انهم يعني ينقلوا بنت الاب ديالها اللي يعني كيعاني معاناه حقيقيه، اللي كيعاني معاناه حقيقيه. الاب ديالها جا باش انهم ينقلوه لتلقي العلاجات الضروريه الان من امام المنزل ديال الاب ديالهم، اللي كيقولوا على حسب الادعاء ديالهم انه محتجز. يعني كتشوفوا خوتي المغاربه، يعني كي تشوفوا خوتي المغاربه قضيه، يعني القضيه يعني غاده وتتكبر. قضيه خوتي المغاربه غاده وتتكبر، خوتي المغاربه القضيه غاده وتتكبر. هادشي صعيب خوتي المغاربه، هادشي صعيب بزاف، هادشي صعيب بزاف. الناس ديال الوقايه المدنيه حاضرين هنايا، رجال الامن كانوا حتى هما بدورهم هنايا، جاو تواصلوا لكن لا مجيب. هادشي خطير جدا خوتي المغاربه، هادشي خطير جدا. يعني مشكورين الناس الوقايه المدنيه على الحضور ديالهم، جاو بسرعه باش انهم ينقلوا السيده اللي كانت في حد وضعيه صعيبه الى يعني حتى الوقايه المدنيه يعني يتدخلون بطوليه هنايا باش انهم يسولوا على الاب ديالهم، الوضعيه ديالهم كي دايره. البنت اللي كانت بحالها هي السيرية الحمد لله، يعني لقاوها فاش جاو واحد شويه العلاجات وكذا ولات بصحه جيده. ناري هادشي، هادشي خطير، هادشي هادشي خطير خويا. اجي خويا نسولك، اجي نسولك، اجي تاع المباشر. دابا جات لومبيلونس، جات يعني كاد الوضعيه. دوز اخويا، دوز 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 دوز. شنو تقول لنا خويا؟ جات لومبيلونس ديالك خويا ابخي توت لا بريسيون اللي ما قدروش يستحملوها خوتي البنات، وداك الشيء وحده طاحت لينا مسكينه انكونسيونت. ايوا اون ايتي اوبليجي باش نعيطوا على لومبيلونس، لان صاب الله يحضر السلامه. غير الواحد يكون في 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 الوضعيه الصحيه ديال الاب ديالك. الوالد ديالنا مريض على 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 فريش الموت، ما كيشوفش ومريض وفيه التونسيون وفيه الديابيت وفيه كل شيء. دونك حنا اللي بغينا نتاكدوا، غينا نتاكدوا ان الوالد ديالنا الحمد لله بخير على خير. ساعه حنا عارفينه راه هو مريض ما تيقدرش يهضر، وهاد الناس ما بغوش يخرجوا لنا. هادو راه عصابه، هادو كريمينال فهمتيني. ils sont au-dessus de la loi، ils sont au-dessus de la loi avec les moyens qu'ils ont، peu importe les moyens اللي عندهم، ils sont au-dessus de la loi. دونك حنايا بغينا الوالد ديالنا يخرج، هذا اللي كنطالبوا به. ما كنطالبش شي حاجه كبيره، الوالد ديالي يخرج وانا جاي ضرب 7000 كيلومتر ومخلي خدمتي ومخلي ولادي تما باش نجي نشوف الوالد، وهما جالسين عليا لا لا حكم قضائي، حكم قضائي. ما بغاوش اكزيكيتيو الحكم القضائي، خصنا نجيو لهنايا ونديروا اللي علينا. هادشي حنا دايرينو، وراه شتي مسكين راه الوالد هادي راه 3 ans il était déjà malade، ما كيقدرش يدير حتى شي حاجه. il est maîtrisé، يعني يهضر معايا ولا انا نهضر معاه، هادشي اللي باغي. اما باش يجي واحد اخر يتدخل ويدخل عنده للدار وداك الشيء، عارفين الاستوار غايدير، غادي يدخل وغادي يعمروه وغايقول لك لا انا ما بغيتش نشوف ولادي. انا هادي سمعتني ما شفتها استاذ، هادشي هاد الاستوار اون لا كوني، سمعتني اون لا كوني هاد الاستوار. حنا اون فو لاتي لا سول لو سول انترميديار هو ان ميدسان ولا ان بسيكولوج بوان فينال. اما باش يدخل واحد اخر ديك النهار داين ليا واحد من 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 مشينا عند وكيل الملك، داين لنا واحد
ما عنده لا ما كيعرف لا شنو هي لا بسيكولوجي، ما كيعرف لا هادي، مشى كيهضر معاه. كنقول لهم كنطالب انا بميدسان اللي غيدخل يهضر معاه، والا الميدسان بسيكولوج ودخل وقالنا شوف هذا السيد هذا ما بقاش باغي يكون وكذا وكذا وكذا، راه سي نوتر شوز. ما عنده حتى شي علم بلا بالامراض النفسيه ولا هادي، ويقول لك احقا داكشي اللي كان غيوقع قبيله. غيدخل واحد، علاش يدخل؟ انا عندي حكم قضائي انه الوالد ديالي يخرج ولا انا ندخل عنده، بوان فينال. هادشي اللي كنطالب به. بحبره هو مشاو بحالهم، راه مشاو بحالهم. ما عندوش حق يدخل، ما بغيتوش انا يدخل. حيت غيدخل غيقول له غادي يبقاو عليه، غيقول لهم با انا راه هذا. دابا راه با راه عرفتي شنو دابا؟ راه واقيلا ما كيسمعش، عطاوه الدواء باش ما يسمعش نهائيا هاد الهيلاله اللي وقع، فهمتني؟ سي سا. دابا تصور ولادو كاملين هنايا وعائلته كل كلها هنايا، كون كانوا هاد الناس مسلمين وفيهم غير شويه ديال النفس يخرجوه لينا غنشوفوه صافي. غير شي شويه، غير ان بو نهضر معاه فوالا. غير باش نوضح للمشاهدين الكرام، الان من ورايا كذا تشوفوا المشاهدين الكرام، رجال الوقايه المدنيه مشكورين اللي جاوا على وجه السرعه باش انهم ينقلوا البنت ديال الاب اللي كما يدعوه كما الهضره كاينه انه محتجز لداخل في الدار ديال الدار ديالهم تحت الامر ديال الزوجه ديالو، زوجه الاب. الى حدود الساعه العائله هنايا مازال مستمره، مازال تتغوت، مازال الوضعيه ديالها صعيبه جدا خوتي المغاربه. البنت يعني خدات بعض العلاجات الضروريه باش انها توقد شي شويه وداك الشيء. رجال الوقايه المدنيه مازال واقفين هنايا حاضرين باش انه يشوفوا اي مستجد، ولا شي وحده طيح، ولا شي واحد يطيح، ولا توقع شي حاجه. رجال الامن جاوا وبالتالي انهم ما عرفناش واش كينتظروا يعني وكيل الملك او لا توصيه ديال وكيل الملك باش انهم يتخذوا اجراءات، مازال ما عرفناش شنو واقع. لكن الان احنا امام الابن ديالو اللي جا من كندا ضرب كيلومترات باش انا نشوف هادشي. شوفوا خوتي المغاربه، هادشي راه هادشي راه دايز، هادشي غير دايز. راه العلاقه الاسريه والابويه والاخويه راه حدا الدنيا. علاش انا هادشي يوصل والهيلاله والروينه؟ علاش كان بشكل اجراء بسيط يخرج الاب اما يقول لهم ما بغيتش نشوفكم وكنا نوثقوا هذه وحق الرد مكفول للجميع بقوه القانون وانضباط الاخلاقيات من الصحافه، كنا يعني ما بغيتش نهضر معاهم، كنا نصوروها، ما بغاش الاب ديالكم يهضر معاهم. لكن الى حدود الساعه ما شفنا لا الاب ديالهم خرج. ماشي الوالد اللي ما بغاش، نفترض لو ما بغاش، لو ما بغاش يخرج عندنا. وانا من الوالد ديالي انا ملي غيخرج ما غيبقى لي معاه حتى شي مشكله، لانه ما كانوا عندنا لي بروبليم وداك الشيء، كنت قبل كندخل، دابا منعوني منه. حيت عارفين اني انا اللي هضرت مع الوالد، غنقول له الحبشوا بالحاج، يلا تخرج بحالك، يلا تخرج بحالك، يلا تخرج غير ندوك تفوه شويه، انت هادي تمشي تاكل معنا في ريستورون، تاكل معنا في الدار، تشوف اختك. ما بغاوش يخرج لانه عارفيني بلي انا ما عندي معاه حتى شي مشكله، انا الوالد ما عندي معك حتى شي مشكله، فهمتيني؟ هادشي اللي بغيت نقول لهم، انا ما عندي حتى شي مشكله مع الوالد. يعني كي تشوفوا خوتي المغاربه بكل صدق وبكل وضوح، يعني هادشي كيدار في الخاطر، كيفاش ان الاب ديالك ما تشوفوش؟ الخا وحدة الدنيا، الاب وحدة الدنيا، علاش وعائله يعني مرت خالتكم هي تزوجات بالاب ديالكم، يعني خاله يعني تزوجات به في الاول حيت عارفه عنده الفلوس، السيده اختها ماتت على طريق الموت، ماتت ودو موا بلو تاغ طلقات من الراجل اللي كان عنده ان بتي سالير تاع بدات 7000 درهم ولا جات شافت السيد عنده العمارات والفيلات وداك الشيء، ضربات كل شيء في الزيرو وجات وخدات داك الشيء كله. راه سون بلون الى بيان ريوسي البلون ديالها، البلون ديالها ديال المغاربه راه سي ان استواغ، ان استواغ والله العظيم. حنايا في 78 الوليده ديالتنا مسكينه ماتت وخلات على 8 ديال الاولاد، 8 ديال الاولاد. ومني في الكنازه هاد السيده هادي اللي سميتها مينا بن موسى اللي خالتنا يعني ختمنا، دارت بالوالد. يعني حنايا تبارك الله 8 ديال الناس، 8 ديال الناس. ايوا جمعات له خدات السميه ديال الوالدتنا باش بعث له باش بعث الحقوق ديال منى، خدات هي السميه ديال الوالدنا الوالده ديالتنا وسنات سميت منى. يعني هادي راه مجرمه عارف في الاول اولا، وابخي جمعات له الفلوس كاملين، مشات ربات بنت، هاد البنت المتبدليه عم الله منين جابوها، جاوا من السبيطار وخوتها الله يسمح لي منهم شهدوا بلي ان هاد السيده كتولد الور هاد السيده وهاد البنت هادي غير متبنيه. دونك فينالمون رباتها وصدقوا جامعين له الفلوس ديالو وجامعين له هاد الفيلا هادي اللي كتشوف هادي راه ديال الولاد ديالو، حتى هي لعبوا له على الراس ديالو. دابا حنا قلنا ما كاين مشكل، حنا قلنا ما كاين مشكل ياك خديتي هادشي
والله يسمح لكم بكم شي الله يربحوا به. بقات لنا غير قضيه واحده هي صله رحم مع الوالد ديالنا، هذه راه خالتنا اللي زعما من دمنا ومن حمدنا، فهمتيني؟ دونك الاستوار راه خصو ان سيناريو، خصو ان سيناريو وفيلم، يعني شي واحد اللي يجي يكتبو، فهمتيني؟ عصابه تستغلوا السيد دو مانيير تري انتيليجونت. دابا فهمتيني؟ فهمتيني؟ هاد السيده هادي دارت له، هي اللي كتكونترولي له الديابيت ديالو، هي اللي كتقول له قتاش يكون اون فورم، هي اللي تقول له قتاش يكون ماشي اون فورم، دايره له كل شيء. واش عباد الله ضغطت عليه حتى حق ولده اللي مسكين خدم معاه، ضرب معاه تمارا عبد الاله بن موسى اللي مسكين تاهو حماق في كندا، جمعت له كل شيء. حق ولد اللي مسكين خدم معاه وضرب تمارا، جمعت له كل شيء. السيد ما كيشوفش. دونك انا ما كنطالبش شيء بديك الديور، غير يطيح عليهم. انا بغيت غير نشوف الوالد ديالي. يعني انتم ما جايينش طمعان. ما عندي شوف الحمد لله انا راه شون غوتخيت، تبارك الله عليا انا في هذا البلاد انا شون غوتخيت. حنايا اون غوتخيت. انت خويا ما جيتيش من اجل يعني الفلوس ولا الورد، ما جيتيش انك دير الفلوس. انا الحمد لله الحمد لله ربي مسكني والحمد لله. الوالد عاوني باش نقرا وباش نمشي لكندا، وجبتو هو عندي توا في كندا، وجبت خوتي في كندا، والبقيه كانت بقات هنايا، وكلشي خدم وكلشي عنده الديور ديالو، وكلشي متمتع، هذا راه تزاوى مرفح مع راسو، وكلشي مرفح. حنا ما عندناش مشكله مع القضيه ديال الفلوس الورث ولا صداعات، نو اللي بغيناها بغينا هي هذا السيد هذا اللي مسكين عاوننا وقف معنا وكبرنا وكبرهم وكبر هذه البنت هذه تاهي، وهذه السيده هذه البنت هذه اللي خايده السميه ديال الوالد، سميتها تا هي بن موسى، وهي راه ما عندهاش باها، ما عندهاش علاقه كاع، هي سميتها مريم بنت عبد الحميد. لا ما لا داعي، لانه انا اختي هذيك تتسمى اختي، ما اختيش، فهمتيني؟ دونك هاد السيده هذه اللي سميتو استغلت كل شيء، استغلت كل شيء، فهمتيني؟ فهمتيني؟ ودابا غادي نطالبوا بلا دي ان، بيان سور غنطالبوا بلا دي ان، وهاد الناس هادو اللي مسميتهم راه ايزون بريسي مون بير، دخلوا لتما ودايرين عليه الضغط، دايرين على يد الضغط، شو تعرف والله؟ عطاهم كل شيء، ما بقاش كيشوف، فهمتيني؟ دونك على ما حال. دابا شنو تقول؟ علاش باكم ما سمعش لكم؟ درتوا الميغافون تتعيطوا باكم ما سمعش لكم؟ لا بلاتي لا ما يمكنش، غيكونوا سورمون دايرين له شي موسيقى ولا داروا له شي ميديكامون باش ما يسمعش، فهمتيني؟ باش ما يعرفش. ولكن الحق ان شاء الله غادي يخرج. حنا بغينا غير هذا الوقت هذا اللي باقي الوالد هنايا، بغيت نعرف واش ي ديباسيو لا لوا، ايزون ديباسي لا لوا، صافي 3 فوا هما كيديباسيو لا لوا. انا عندي حكم، انا حكم قاضي، حكم قضائي، وما بغاوش يرغبوه. شنو معنيتها؟ جو مون فو دو لا جوستيس، سي تو سكو سا فو دير، جو مون فو دو لا جوستيس. اور سي ان جوستيس، جو دوموند ما جوستيس، جو دوموند ريان، فهمتني؟ جو دوموند ريان، جو دوموند جوست كون اكزيكوت، كون سور مون بير. تانتو إلي افي دي جون كي سون فنو بور رونتري لوي بارلي، نو، سي با سا كو جو فو. ما عندهمش ان اوردر دو بلاتي، ما عندهمش ان اوردر دو سوبيريور في لا جوستيس كي دوا ماكومباني. انا جو فو كيل ماكومباني، جو فو كو بيرسون بارل، يعني جو رونتر او مون بير سور. اما باش يديو واحد ويكون صاحبهم ولا يكون متصلتهم ولا شي يدخل تما، نو جو فو با سا. فهمتني؟ هلا إلام إلام. دونك الا كانت اون اوتر كيستيون ها هو خويا يجاوبكم. والغالب في الامر استاذ ان هاد الناس هادو راه ما كيعرفوش، راه ما تيعرفوش الله، فهمتيني؟ في الغريب الامر ان هاد الناس راه ما كيخافوش الله، فهمتيني؟ تصور صله الرحيم ما يخرجوكش الوالد ديالك تشوفه، هذا راه ماشي ظلم، هذه اهانه، فهمتني؟ وحكم قضائي، القاضي عطانا الحق باش اننا نشوفوه من تسعود حتى لساد العشيه، دوك الدغوا هما مسدين عليه. إذن إليا كشور كيكلوش، هاد الناس عندهم شي حاجة مخهم. ألوغ حنا كنطلبوا القانون، كنطلبوا القضاء، وجلالة الملك الله ينصرو، ووكيل الملك يعطينا الحق ديالنا باش نشوفوا الوالد ديالنا. حنا ما طالبين حتى شي حاجة، طالبين غير صلة الرحم مع الوالد، ما بقالناش حق تما فات. ونشوفوه ونحضنوه، فهمتني؟ أنا هادي سبع سنين، أنا سبع سنين هادي ما شفت الوالد ديالي. ماشي حرام. وعاد كيقول لك صلاة الرحم، صلاة الرحم هاد الناس هادو راه كانت فيهم الرحمة، وما فيهم عندهم لا رحمة لا شفقة. ما عندهمش الرحمة ولا الشفقة، وهادي خالتنا يا حسرة، فهمتني؟ كون كانت هي شي برانية غنقولوا ما كاين مشكل، ولاني هادي الخالة، فهمتني؟ خات عدوة، فهمتني؟ استولات على كاع حنا ديك الشيء كاع الأملاك وديك الشيء اللي خدات. تما غدا غدا من الله غنتخلصوا فيه، ولكن حنا ما طالبينش داك الشيء، حنا طالبين صلة الرحم نشوفوا الوالد. فهمتني؟ ونصلي ما عرضنا شحال باقي لنا معاه.
فهمتيني؟ حتى حنا راه عندنا ولادنا كنشوفوا ولادنا، خصنا حتى حنا نشوفوا والدينا. حنا تحرمنا من 78 ايتام ودابا يتمون حتى في الوالد. راه حنا صدقنا ايتام من الوالد ومن الاب ومن الام. ان هذا الله من هذا الا منكر، الله من هذا الا منكر. مشاهدينا الكرام، يعني كي تشوفوا امام المنزل اللي نايت فيه الصداع، يعني كيباغي الاب ديالهم اللي الوضعيه ديالو صعيبه وصعيبه بزاف. مشاهدينا الكرام، تنقول لكم على امل لقاء بكم بث مباشر اخر. السلام الله عليكم. حق الرد دائما نقولها، انضباط الاخلاقيات، المهنه للجميع بقوه القانون وب يعني انضباط الاخلاقيات ديال مهنه الصحافه، مهنه صاحب الجلاله. حق الرد مكفول للجميع، ولكن تنقولوا خاص الشوكه تخرج ولا تفك بلادهم، لانهم تيبقاو في اخر المطاف اسره وعائله. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه البث المباشر، على امل لقاء بكم بث مباشر اخر. السلام عليكم.